أرحب بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع أروع كلام وأفضل كلام وأنقى أحاديث أحاديث المسيح إنجيل متى أربعة 24 من الآية الأولى إلى آية 14 ثم خرج يسوع ومضى من الهيكل فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الهيكل فقال لهم يسوع: اما تنظرون جميع هذه الحق اقول لكم انه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض وفيما هو جالس على جبل زيتون تقدم اليه التلاميذ على انفراد قائلين قل لنا متى يكون هذا وما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب انظروا لا ترتاعوا لأنه لا أن يكون هذه كلها ولكن ليس المنتهى بعد لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه وتكون مجاعات واوبئه وزلازل في اماكن ولكن هذه كلها مبتدا الاوجاع حينئذ يسلمونكم الى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الامم لاجل اسمي وحينئذ يعصر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم انبياء كذبا كثيرون ويضلون كثيرين ولكثره الاسم تبرد محبه الكثيرين ولكن الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشاره الملكوت هذه في كل المسكونه شهاده لجميع المنتهى شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. ثم من آية 29 إلى آية 31: وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماوات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرض. ويبصرون ابن الانسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الاربع الرياح من اقصاء السماوات الى اقصائها. حديث رائع ومثير يرتبط بامور خاصه بالمستقبل. ومن غير يسوع المسيح نعرف منه ما يخص المستقبل هو العالم بكل شيء هو العارف بكل تفاصيل الغد مش بس الغد القريب لكن الغد البعيد ايضا التلاميذ بيسالوا ما هي علامه مجيئك وانقضاء الظهر ومتى يكون هذا المسيح كان قال حقيقه معينه فبيسالوها هذه الاسئله تبان كانها سؤال واحد لكن هم الحقيقه ثلاث اسئله لانه المسيح كان ابتدى حديثه التلاميذ اخذوه بعد ما كان معاهم في جلسه خاصه على جبل الزيتون نزلوا للمدينه دخل الهيكل وابدا التلاميذ اعجابهم بالهيكل ومبانيه فوروه روعه وفخامه مباني الهيكل فقال لهم يسوع وقتها كلام مفاجئ جدا لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض وده كان اعلان مفاجئ للرسل. الهيكل بالنسبه لهم ده فخر كل يهودي. ضياع الهيكل وهدم الهيكل معناه ضياع العباده، ضياع الامه كلها لان ده بالنسبه لهم مركز الامه الهيكل. عشان كده سالوه متى يكون هذا؟ وما هي علامه مجيئك؟ وانقضاء الدهر. وزي ما بقول هما ثلاث أسئلة في صيغة سؤال واحد متى يكون هذا عن خراب الهيكل وبعدين الجزء الثاني من السؤال ما هي علامة مجيئك وبعدين الجزء الثالث وانقضاء الظهر يعني علامة انقضاء الظهر والحقيقة في ربط بين الثلاث أمور مع بعض خراب الهيكل ومجيئه وانقضاء الظهر وده اللي يخلينا لما بنقرا متى 24 او مرقس 13 او لوقا 21 في تشابه كبير بين الاصحاحات الثلاثه هو نفس الحديث بنلاقي في تداخل وبصفه خاصه في الاحداث الثلاثه خراب الهيكل ومجيء الرب وانقضاء الدهر في من هذه الثلاثة في أمور قريبة جدا ستحدث بيقول المسيح وفي أمور ستحدث في المستقبل البعيد ولأنه في تشابه بين الأمور الثلاثة عشان كده بنلاقي في تداخل في هذه الأحداث في حديث المسيح في هذه النصوص في متى 24 أو زي ما أشرت ماركوس 13 ولوقا 21. الأمر الأول هو خراب الهيكل. وده كان أول سؤال. هما بيوروا له عظمة المباني قال لهم في وقت ما هيتم خراب الهيكل. لا يترك ها هنا حجر على حجر لا ينقض. يعني كل هذه المباني الفخمة ستهدم في وقت ما. فساله امتى؟ وجاوب المسيح ومن ضمن اجاباته كلام كتير جدا. لكن واحده من ضمن الكلمات اللي قالها يسوع انه لا ينقضي هذا الجيل حتى يكون الكل. او مره ثانيه بيقول قوما من الناس هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا هذا الامر يروا ابن الانسان آتيا في مجده. يبقى لا ينقضي هذا الجيل او قوم من الاحياء الان سيروا هذا الامر اللي سماه مجيء ابن الانسان. كل ده كلامه عن خراب الهيكل. والتاريخ بيقول لنا انه تم حصار اورشليم من قبل السلطات الرومانيه من سنة 66 ميلادية إلى سنة 70 ميلادية وكتب التاريخ بتقول لنا أنه كان حصار صعب جدا مؤلم جدا وطبعا كان فيه مقاومة من اليهود مقاومة شديدة حتى أنه بعض المؤرخين بيقول ما يقرب من مليون وألف مليون وألف يهودي قتلوا في هذه المواجهة وهذا الحصار واللي ما ماتش بالسيف واللي ما ماتش بالسلاح مات بالجوع بسبب هذا الحصار الشديد وأسر ما يقرب من مائة ألف ودخل آآ آآ الجنود الرومان والجيش الروماني وغزا المدينة وخربوا أورشليم وهدموا الهيكل وتم نبوة المسيح لم يترك هناك حجر على حجر لم ينقض ده اللي تم في سنة سبعين ميلادية وقتها المسيح في حديثه قدم نصيحة للتلاميذ وقدم نصيحة لليهود في الوقت ده انه يهربوا لابد تهربوا من هذا الحصار وهذا الموقف المؤلم الصعب اللي جاي على المدينه البعض صدق وهرب والبعض انتظر وواجه هذه المجزره وهذه الماساه والحقيقه في نبوات اتت عن هذا الحدث يضيق الوقت ان احنا نفكر فيها زي سفر دانيال وسفر صفانيا لكن من ضمن تحقيق هذه النبوات ما نقراه في انجيل لوقا اصحاح 21 وايه 23 و24 وده النص الشبيه بالنص اللي قدامنا في متى 24 يقول هناك ايضا الرب يسوع عن هذا الحصار وخراب اورشليم ويل للحباله والبرضعات في تلك الايام لأنه يكون ضيق عظيم على الأرض وسخط على هذا الشعب ويقعون بفم السيف ويصبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم وده اللي تم في سنة سبعين ميلادية لكن في حديث المسيح زي ما قلت في البداية في تداخل بين هذا الحدث القريب اللي هيتم في سنه السبعين ويتشابه مع مجيئه ثانيه عند انقضاء الدهور في تشابه عشان كده في تداخل في المعاني في هذه النصوص في كلام المسيح عن خراب الهيكل القريب ومجيء الرب ثانيه وانقضاء الدهر أرينا في متى 24 والايات 29 الكلام عن مجيئه ثانية الكلام عن علامات مجيئه يقول تظلم الشمس القمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السموات تتزعزع وحينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء وتنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الانسان اتيا على السحاب على سحاب السماء بقوه ومجد كثير عايز اقول صديق المشاهد انه لا يمكن ان تؤخذ هذه المعاني لا المرتبطه بالشمس والقمر والنجوم دون الرجوع لاقوال الانبياء فإحنا لما بنقرأ في كتب أنبياء العهد القديم بنجد نصوص شبيهة جدا ونقدر نقول كانت هي الخلفية للتعبيرات اللي بنراها هنا في متى 24 ولوقا 21 ومرقس 13 فنقرا على سبيل المثال اشعيا اشعيا النبي كتب هذه الكلمات صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك امم مجتمعه رب الجنود يعرض جيش الحرب ياتون من ارض بعيده من اقصى السموات الرب وادوات سخطه ليخرب كل الارض والولو لان يوم الرب قادم قادم كخراب من القادر على كل شيء لذلك ترتخي كل الايادي ويذوب كل قلب انسان فيرتعون وتاخذهم اوجاع ومخاض يتلوون كوالده يبهتون بعضهم الى بعض وجوههم وجوه لهيب هو ذا يوم الرب قادم قاسيا بسخط وحمو غضب وبعدين يكمل تظلم الشمس عند طلوعها والقمر لا يلمع بضوئه وأعاقب المسكون على شرها والمنافقين على اسمهم وأبطل تعظم المستكبرين وأضع تجبر العتاة كل ده في إشاعة 13 الآيات من 4 إلى 11 وفي إشاعة 34 كلمات مشابهة وحجة يصحاح 2 وآية 6 و7 كلمات متشابهة وده اللي أشار إليه الرسول بطرس في العهد الجديد عندما تكلم عن مجيء الرب ثانية لما قال تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الارض والمصنوعات التي فيها منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب العظيم. لا ينبغي صديق المشاهد ان احنا ناخذ هذه الكلمات بمعانيها الحرفيه بمعانيها المباشره لكن المعاني هنا ونصوص كثيره الحقيقه بتحكي عن نفس هذه الاوصاف بتتكلم عن انه ما يسبق مجيء الرب ثانيه مخاطر اضطرابات انقلابات سياسيه ثورات في الشعوب أمور مختلفة من هذا النوع يعبر عنها بحركات غير عادية في الشمس والقمر والنجوم وما إلى ذلك ويبدو من كلمات المسيح في آية 30 لما بيقول وحينئذ انتظر علامة ابن الإنسان ممكن نفهم من الكلمات هنا إجابة مباشرة لسؤال المسيح متى يكون هذا وما هي علامة مجيئك يقول المسيح تظهر علامة ابن الإنسان في السماء تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير المسيح لم يقل ما هي هذه العلامة خد بالك صديق المشاهد لكنه أشار إلى أن الآتي من السماء هو ابن الإنسان وده اللقب اللي ابتداه دانيال في سفره في القديم أنه الآتي يسوع المسيح في العهد الجديد ابن الله هو هذا ابن الإنسان يأتي مع سحب السماء ولما يظهر ابن الإنسان هذا لما يظهر رب المجد شخص ربنا يسوع المسيح حينئذ تنوح جميع قبائل الارض بمعنى غير التائبين غير المؤمنين ينوحوا لانه ضاعت منهم الفرصه فرصه التوبه فرصه الرجوع فرصه الايمان بهذا الذي اتى الى عالمنا ليعلن رساله الانجيل رساله الخلاص ويكون هو المتمم لهذا الخلاص ستنظره كل عين وينوح عليه الذين طعنوه لانه لم يعد لهم فرصه ومجال للتوبه وفي هذا ايضا انقضاء للدهور انتهاء للزمن بمجيء رب المجد شخص ربنا يسوع المسيح يبقى السؤال متى يكون هذا خراب الهيكل تم لكن متى انقضاء الظهور وما هي علامة مجيئك أحبائي ببساطة جديدة العلامات كثيرة محيطة بنا لكن في نفس الوقت نحن نؤمن ان يوم عند الرب كالف سنة والف سنة كيوم لكن كل يوم يقربنا من مجيء الرب ثانية والدور اللي علينا النهاردة ان نكون في حالة انتظار ونقدر نقول له امين تعالى ايها الرب يسوع كل واحد فينا اخذ موهبه اخذ وزنه يتاجر بها حتى يجيء المسيح وقتها يقف ويعطي حسابا عن وكالته بفرح مجيء المسيح الثاني مؤكد حقيقه مؤكده سيكون للبعض عريس مرحب به وسيكون للبعض الذين لم يؤمنوا به في حياتهم على الارض كلص غير مرغوب فيه فما هو نصيبك من مجيء المسيح ثانيه في هذا الحديث الرائع انذار ان المسيح ات فاستعد وتشجيع ان المسيح ات ترحب به هل تقدر تقوله النهارده ونقول مع بعض امين تعالى ايها الرب يسوع والى لقاء جديد صديقي المشاهد مع حديث اخر من احاديث المسيح استودعك لنعمه المسيح والرب معك